جناح بلاد الرافدين، نهري دجلة والفرات، جناح يجسد عزم العراق على النمو عبر المجسم الفريد لشبكة صيد السمك، والتي تعكس رغبة الشعب العراقي في اقتناص الفرص وبناء مستقبل أكثر استدامة. حضرنا في هذا المؤتمر ممثلين عن وزارة الموارد المائية ضمن أسبوع المياه والأراضي الرطبة. حقيقة وزارة الموارد المائية العراقية حريصة على الحفاظ على هوية العراق، لا شك أنه إذا في المعرض تصميم الأساسي هو بناء من خلال تمثيل في نهري دجلة والفرات، والشبكة اللي يشوفوها أمامكم هي تمثل استخدام الأمثل للمياه كهوية عراقية وطنية. يحتوي الجناح على شاشات تعكس التراث والتاريخ والمستقبل من خلال جولة افتراضية مشوقة، ويدعو الزوار للانطلاق في مسيرة عبر الثقافة والفنون والعلوم والأدب والفلكلور العراقي. مشاركة جمهورية العراق في هذا الحدث العالمي يعني يعتبر موضوع مهم جدا، هذه فرصة نادرة تحدث مرة كل 5 سنين، ونحن سعداء جدا بوجود العراق في هذا الحدث، وطبعا نشكر دولة الإمارات العربية المتحدة على إتاحة هذه الفرصة مو بس للعراق ولكن جميع 192 دولة المشاركة. من بغداد إلى دبي، جاء العراق بتاريخه بحضارته، جاء العراق بكنوزه ليشارك العالم صنع المستقبل. العراق جناح يدعو الزوار لاكتشاف جمال العمارة العراقية. شمس المرزوقي لمركز أخبار قنوات أبوظبي من إكسبو 2020 دبي.